مساء الخير مشاهدينا، ومساء الخير صالح الراتب. مساء النور عبد الله يحيى، يعطيك العافيه وشكرا على الدعوه والانفيتيشن، وانا وايد مستانس ان اشوفك يعني اليوم. حياك الله صالح. بدايتك في التلفزيون كانت عام 2006، صحيح، لكن قبل هذا المجال كنت في مجال الصحافه والاذاعه، وايد ناس ما تعرف عن هالشيء. صحيح، كلمنا شوي عنها. نعم، انا عندي شغف كبير بالاعلام، ومثل ما قلت حضرتك تفضلت، ابتديت من خلال الصحافه، كنت أسوي لقاءات صحفية وقابل فنانين وفنانات ومشاهير. يمكن انتشر خبر إنهاء خدماتك، شنو الحقيقة بالكامل؟ الحقيقة في هذا الكلام إنه صار في خلاف، فكنا إحنا قاعد نحضر لبرنامج جديد، فما صار في قبول من ناحية البرنامج الجديد، لأن كل شوي تغيير، مع العلم إن أنا واثق من اللي أنا قاعد أسويه، والدليل برنامج ريد كاربت اللي حقق ريتنج ومشاهدة عالية بشهادة اليوتيوب، وإن شاء الله القادم بالنسبة لي يكون أفضل. زين، بنتكلم شوي الحين وياك صالح عن تجاربك في مجال التمثيل. نعم. كانت لك تجربتين، صحيح، في هالمجال، النقاد قالوا إنها غير موفقة. أيه. أنت شلون شايفها؟ من النقاد لازم على حسب الناقد منو اللي قال. شوف، عشان ما أطولها معك، أنا ما يهمني أي أحد ولا يهمني أي رأي، طول ما أنا عارف شو أنا قاعد أسوي. وبعدين سوري، مع احترامي للنقاد عندنا بالكويت، أنا ما أشوف إن إحنا عندنا نقاد حقيقيين. لما يجي أو تجي ناقدة أو ناقد لا ثقلة ولا وزنة ولا شهادته، على الأقل يكون خريج المعهد العالي للفنون المسرحية، هذا أقل شيء. هني أنا ممكن إن أنا أحترم رأيه أو نقده. أنا كانت عندي تجربتين. التجربة الأولى كانت من خلال مسلسل الوداع مع طوالة، وجه لهم تحية وسلام. المسلسل بكبره نجح بس ما ضرب. للحب كلمة، ضرب ب 2014، كان النمبر 1، وأنا خذيت عليه جائزة، بعد جائزة أفضل ممثل دور ثاني. وأنا أشوف النجاح يعني دليل النجاح الانتشار. بس في ناس يعني يسمعون حق النقاد، يعني مثل ناقدة ليلى أحمد ذكرت أن تجربة صالح راشد غير موفقة. نعم، في رأيها واحترمها. المهم أنها شافت العمل، فهو اللي يعجبني مو شرط أنه هو يعجبك، واللي يعجبك مو شرط أنه هو يعجبني. فلا بالعكس، يعني نفس ليلى أحمد في أنها هي تابعني وتتابع المسلسل، وتقول صالح مثلا ما حبت هي الدور اللي أنا قدمته أو الشخصية، تسكر بالنسبة لي، ترى تقبله وما يكون عندي أي ردة فعل، بس أن أنا حسيت أن أنا نجحت في المسلسل. إنزين، هذه الأعمال توقع حققت لك شهرة نجومية أم مال؟ الاثنين حققت لي فلوس ومادة، وحققت لي شهرة. السوشيال ميديا والإنستغرام وصالح راشد فيها، إيه، تقرأ الكومنتات، تشوف التفاعل، تشوف اللوية اللي أنت تسويها بيدك. أشوف كل كومنت موجود، أشوف كل التعليقات اللي موجودة سواء عندي بالأكاونت أو بأكاونتات ثانية. تقرأهم بهدف رفع قضايا ولا بهدف أنك تشوف النقد اللي موجه لك من الناس؟ لا، على حسب مزاجي. ساعات ما أكون قاعد أدور مشاكل أو محتاج فلوس أقوم أرفع قضايا، بس القضايا اللي أحاول أن أنا أرفعها أو أنا رافع أوريدي تكون اللي على أكاونتي الخاص. الإعلان عندك في الإنستغرام، شنو أسعار البوستات عندك؟ أسعار البوستات ولا جاوبك عادي، تبدأ من 300 دينار ل 700. مو شوية يعني، في إعلاميين فنانات السوشيال ميديا يأخذون وايد أكثر من هلا. لا، يقصون عليك. حتى مشاهير السوشيال ميديا. حتى مشاهير السوشيال ميديا يبالغون. أنا شخص صريح واقعي، وما أحب اللف والدوران، بس هذه الأسعار الخيالية اللي أنت ساعات تسمعها كان مليونوا وقعدوا. فيني فوبيا من؟ البراصي. البراصي بالكويتي، بالبرص يسمونه، وسحلية باللغة العربية. أفضل لون عدسات لعيوني هو اللون. ما جربت، بس أحس والله ودي أجرب الأسود. لو كان صوتي حلو كنت راح أغني، نعم أو لا؟ أكيد نعم، أنا أصلا ساعات أتمنى أن يكون صوتي حلو، يعني كان صار عراس وكذي يعني شوايب. أسوأ لقاء تلفزيوني كان مع الفنانة باسمة حمادة. أنا ما حبيت لقاء الفنانة باسمة حمادة، لها كل التقدير والاحترام، فنانة روعة في التمثيل، بس اللقاء ما حبيته. يعني أقول لها أنا الفقرة تعتمد على المانشيتات القديمة، فأفهمها أقول لها المانشيتات القديمة، تقول لي ما الجديد؟ لا، هي الفقرة هي تعتمد على المانشيتات القديمة، يعني أنا لازم أذكر القديم وأنت تنفينه أو تبررينه، فما حبيت اللقاء. هذا مو معناته أن أنا ما أحب، أن أنا يمكن هي الحين ما ترضى قبلها مرة ثانية، بس أن أنا صريح يعني. أفضل مذيع شاب، علي نجم أم عبد الرحمن الدين؟ أكيد عبد الرحمن الدين. أكثر فنانة أنيقة، أمل العوضي أم شيلاء سبت؟ شيلاء سبت. عادي بتعلق علق ندخل عشان مشكلة. الصداقة اللي بينك وبين شيلاء سبت، شيلاء سبت الخلاف اللي مع الفنانة أمل العوضي. اوكي،
اخي امل عواضي، انا ندمت اصلا اني انا ان انا وجهت الدعوه على هاللقاء هذا. امل عواضي اكل لها كل التقدير والاحترام، وهي انسانه راقيه. كان في خلاف باللقاء وانتهى، وانا ما شفتها ولا هي شافتني. فنانه النجمه باخلاقها وبفنها وبكل شيء تقدمه، امل العواضي انسحبت من البرنامج وابت ان تكمل البرنامج. بس انا شوي يعني احب ربعي واحب اصدقائي واحب صداقاتي، فانا بالنسبه لي شيلاء اكثر طبيعيه. فتشوف صالح اكثر فنانه انيقه شيلاء؟ لا، بالمقارنه بينها وبين امل يعني في فنانات ثانيين يكونون اكثر اناقه من شيلاء. نقد هذه الاعلاميه بناء، ليلى احمد ام مي العيدان؟ لا، ليلى احمد اهون، مع انك على خلاف معها. والله انا ما ادري اذا في خلاف ولا لا، انا من ناحيتي ما عندي خلاف مع استاذه ليلى. ترى ليلى احمد في بدايتي قدمت لي الدعم. ليلى احمد يعني ناقده لها وزنها، مع انها ترى نقدها كان لي بيوم الايام جارح، بس انا بصير احسن وارد هذه الاجابه. اما الاعلاميه الاخرى فلا احب ان اعلق عليها ابدا. صالح راشد جاهز حق الاتهامات؟ يس. صالح راشد، انت متهم بافتعال مشاكل في وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الانتشار عربيا. ما في شيء. شوف، اول شيء انا احس ان انا ما احتاج ان انا افتعل، لان انا ما امثل. تعرف المشكله اللي اقصدها؟ اتوقع اي فاهم القصد. مشكله الفنانه هيفا وهبي مع إيه؟ الفنانه أمر. صحيح. افتعلتها عشان تحقق انتشار اكثر عربيا؟ انا لما سويتها للامانه ما كان قصدي، او ما توقعت ان الموضوع يوصل، لان بالنهايه انا تيبكال احس ان انا كويت خليج، ما ادري ان في ناس في الوطن العربي تتابعني، يعني ما عندي هالمعلومه. فانا بالضبط كنت انا متابع أمر على السناب شات ومتابع هيفاء وهبي على السناب شات، فعبرت عن رايي كل صراحه، قلت ترى انت وايد تقلدين هيفاء وهبي، المفروض يكون عندك هويتك الخاصه فيك، يعني هذا نقد. انت بلشت فيها؟ انا بلشت فيها، بس هذا نقد بناء. ففجاه ثاني يوم واصلني منها واتساب، سويت اتصالاتي مع ناس اعرفهم في بيروت وقالوا لي ان هذا رقمها وان هي رعيت مشاكل. قول الحين اوكي خلصنا السالفه، هي لين من يومين تدز واتسابات تبيني ارجع ارد. انا خلاص قلنا مره واحده خلصنا الموضوع، خلاص اخذت الشغل خلصنا. اي يعني لا، بعد الناس تمل سوي لها موضوع ثاني. مشكله ثانيه، روح حق مشكله ثانيه. يلا. صالح راشد متهم بانك كنت تتدخل وتفرض بعض المذيعين. صح. فرضت بعض المذيعين؟ ما فرضتهم، هم لو ما كانوا زينين ما راح يدخلون، بس ان انا ارشحهم. كنا انا وفاطمه ابو حمد وعلي دشتي واحمد من الله. فاطمه ابو حمد انا رشحتها، علي دشتي اصلا كان داخل كمعد، وهم اللي شافوا انه هو يعني يصلح انه هو يكون في برنامج رايكم شباب، واحمد من الله انا ما كان لي دخل في دخوله. فلا، انا ارشح بس اني افرض ان شاء الله نصير نفرض بعدين عاد. صالح راشد. نعم. انت متهم بفبركه خبر انتقالك الى محطه اعلاميه عربية. نعم. مهمة بعد انهاء خدماتك في تلفزيون العراق. نعم، انا اصلا هذا الخبر وايد ضايقني، وما احب انه هو ينتشر كلش، والدليل ان انا ما صرحت، لان انا مؤمن ب داروا اموركم بالكتمان. انا فعلا راح يكون في الفترة المقبلة برنامج على احدى القنوات العربية، ما صرحت باسمها وما ابي اصرح باسمها لين اطلع على الشاشة. قناة عربية مهمة؟ قناة عربية مهمة، نعم، وما راح اقول اسمها لانه ما يصير اقول وليح انا ما طلعت على الشاشه. كنت انت اللي نشرته يعني؟ من اللي يعرف عنه؟ انا نشرته من اكاونتي، ليش نشرته من خلال انا؟ ما يعني ما في اي دليل على ان انا اللي نشرته. منو اللي يعرف الخبر؟ اللي شافوني عاد وانا اتفق مع الناس. هذه كانت اجابات صالح راشد عن هذه الاتهامات، يبقى الحكم للجمهور. شكرا لك صالح. شكرا لك عبد الله، انا استمتعت وايد باللقاء. خوش لقاء والله، صدق انه ارتفع عندي شوي هرمون الادرينالين، بس اتس اوكي. الادرينالين يعني سعاده. حلو. ثانك يو، شكرا. انت سعيد ان شاء الله. الله يسلمك حبيبي. يعطيك العافيه. سلام عبد الله. طبعا لا. انا صالح الراشد اقر واعترف واجزم ومسؤول عن كل كلمه وتصريح قلته في هذا اللقاء الممتع مع عبد الله. شكرا.